حلقة تمشي وحلقة جي في سيدي رمضان، وإن شاء الله تكون حلقة ممتازة وتعجبكم يا ربي، ونكونوا في حسن ظنكم. ولا تعرفوني ديما نحب نختار الأصوات الممتازة جدا، واليوم بتبيع معايا فرقة ممتازة جدا، فرقة خويا صديقي جيد جبارة من خير موسيقي نعمة تونس. الحلقة اللي فاتت درسات حب الدنيا كانت ممتازة جدا، شهرة زيدة لازلة ممتازة ما شاء الله، لأصواتهم صلي عني بعليهم، حتى الموهبة ما شاء الله عليه، وفي كل برنامج زيدة موهبة تمشي موهبة جي ولا، وعجبكم صوته والموهبة اللي ما شاء الله عليه. حلقتنا الليلة باش تكون حلقة كالعادة طربية، جردة مزيانة برشا برشا، تونسي طربي لوكسيدونتال، يعني باش تكون حاجة ممتازة جدا بإذن الله. وننصحكم ما تبدلوش القناة، هو الحلقة اللي فاتت جت في الدربي، برشا قالوا شمس الدين باش تقعد يعمل شبيه، ما انا عامل برنامج هكا اول حلقة جت في الدربي، شبيه الدربي، هو الناس تحب الكورة، الناس تحب الفن، ديما تعرفوني انا اللي يهمني ما نفركزش على نسب المشاهدة، انا اللي يهمني المحتوى، صحيح ولا لا؟ لحظة لحظة، زغرتوا لي المحتوى، زغرتوا لهبال. وانا بطبيعه الحال عندي كلمتي الشهيره متاع شمس ونجوم الموسم الاول للمطربين اللي يعرفوا يغنيوا، هذه دار عزوز دز الباب وزوز، عودوها عودوها، دار عزوز دز الباب وزوز. فوالا هذيك علاش معايا اليوم فنانه صوتها مزيان برشا برشا، ديما نقولها بنتي، هي بنت فنان كبير برشا، اعطى برشا للاغنيه التونسيه، تصفيق حلو عليه الفنان القدير محسن الرايس. عرفتوني على تكون نحكي الليله، نحكي على الفنانة اللي ما باللي باش نقدمها على قد صوتها المزينة هذية، باقي نظلمها في التقديم. نمشي ديريكت مع الفنانة نوير حيم. هو التنساني وبتباني، ولا مرة حبيبي صعب تعليق وانت بتنساني.
انا ليك ولا ديك ولا اكره في التسمان ارحم دموعي انا علشان انا صبري يعني انت وسهر من الليل وسيبني في البالي برافو 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 صحه جريبتك صحه جريبتك مرحبا بيك مرحبا بيك نهيه نعم بوزيلك عايشك منور البلاتو بك انت والله بالفرحه الناس والجمهور الحلو تستاهل تصفيق اكبر من هكا اكبر ما تاخذ من هكا عايشك عايشك مرحبا بيك عايشك بك مرحبا على التيك توك نحكيو على البرنامج وباش نرجعوا اي مبروك مبارك لك كلمه عليها ملك وكلمه كلمه عليها ملك خلينا في الملك احنا ملك خلينا في الملك نورتني نورتني بشمس ونجوم عايشك منوره بيك وبالفرحه وبالجمهور والناس الجميله تفضل بحسينة يعيشك شمس ونجوم ما شاء الله على بنتي ما شاء الله عليك مرحبا بيك عايشك اش قولك الديكور الجديد قولك والله ما شاء الله ملا جمهور ما شاء الله عليه والله جمهور عظيم والله ساعة ستة اندري بيبليك ما شاء الله عليه محليكم محليكم صحة شريبتك صحة شريبتك يعطيك الصحة يعيشك يا شمس كيفاش عديت تجي مع سيلو ولا من رمضان صفا الحمد لله تعبة اي انت تقرا كنت تقرا نقرا مازلت توا نقرا فيش نقرا كوميرس عامله كوميرس انترناسيونال ما شاء الله ما شاء الله صباح ونقرا ونمشي أيه. لكن صافا الحقيقه رمضان خفيف يعني هو بطبيعته نتاع أيه. بنيش الصيام شنو حال محسن والله اللي بيسلم عليك والله انا يا محسن حطوا لي كاميرا في وجهي لهنا يا محسن والله مقصر معاك يا محسن والله سامحني توجي نطل عليك ويعمل لي هو يعمل لي الوحده في زانة بالسكنجبيل بالجبيل اي سكنجبيل ربي فضلك يا محسن بالعكس راك في قلوبنا محسن الرئيس محسن الرئيس راه قول هذا برنامجي برنامج شكون شمس برنامجك قولوا لي هذا برنامجي راهو تنسيه واش راهو برنامجي برنامج شكون شمس شمس وجنون ونجوم يا ربي ولا هيا خلينا نحكيو توا يزي شمس الدين باشا الفنان نحطوا على الشيره توا نحكي المنشط بالعكس لازم يعرفوا العبيد شمس الدين باشا الفنان والانسان لازم يعرفوا اللي انت من اطيب الناس انا ديما نقول والله العظيم ومن الناس اللي عمرك ما يعني ما تنساش شغل انت مثلا توا قلت لي سكان جبير البابا مثلا يعني ما تنساش لي بتي ديتاي نتاع العبيد عمرك ما تنسى انا شويه تخزينا اي نعرف نحييك لا يعني انت طيب ونحييك انا عندي بعض الاصحاب تحكيوا في على الموضوع هذايا فهمت عندي بعض الاصحاب داخلين في حياتي في داري ياكلوا معايا ماء وملحي اما هما طلعوا ياخذوا في في في, في حكاياتي الحمد لله ما عنديش حتى حكايات خايبين اما ياخذوا لي في خدمتي يعني يتربسوا لي والله بالحق الحمد لله طلعوا اصحاب 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 وان شاء الله يمشي على روحه نعرف ونحب نحييهم راني جسوي لا راهو انا كنعمل برنامج نعمله بكيفي بمزاجي نحب نعمل برنامج حد ما يكون فيا بالحق بالحق قلبك كبير نعمل برنامج نتقلق نبعد انا عندي الاسبريت على الفنان معناها بالحق ما نحبش نحكي برشا روحي الناس تعرفني ما شاء الله عندي 25 سنه نغني في الدومين يعني مسيرتي تحكي عليا نهي نجم عايشك تبقى نجم ديما نجم يا نهى نعاودوا نرجعوا كالمعبوكه هذيك ذا فويس والله معبوكه حلوه والله لا لا هي حلوه على الاخر ما انت اكبر منها اش قولك اي يعني انت عندي انا اكبر منها نعرفك ملي كنت كابرا سقيا نعرفك انا والله تعرفني انت ملينا صغيرونه انا اما اليوم في شمس ونجوم سيدي المشاهدين الكرام جبت لكم حاجه جديده وباش تشوفوها هذه عندي عصفورتي انا عندي عصفوره جابت لي موضوع حصري جدا 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 اي اوكي نهي يلا انا ما خافش منك لحكي شوفوا معنا طب بتيار واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك ورضا الاحلام وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذاب معاك اسقط ضعيفه تنام I'm
قولك؟ حليل حليل. اش قولك في السيربريز؟ بنتك فرحانة برشا اللي أنا عندي بابا كيفك أنت. نعم بوزينك هكا توا. والله العظيم والله. أي بلا على الفازة هذه باش نزيدك سيربريز سيربريز أخرى، اش قولك؟ أيه. يلا توب في تيار. ما شاء الله عليك. يعيشك. قداش كان عمرك وقتها غاديكا؟ عمر 6 سنين هكاك، 7 سنين في كارتاج. 7 سنين. كارتاج مرتين طلعت معاها وقتها، هي انا ديما بابا ياخذ لها البوكي دو فلور ويعطيني انا يقول لي معطيه لصفية، حسبوني بنتها انا صغيرة. والله حسبوني بنتها. صفية صادق ديما في القلب وفي الوجدان ومعانا وتعلمنا الجيل هذاك جيل صفية، يعني انت فوزيت اون فغي يعني ليدي، يعني انت ديفا بالحق بتمنى الكلمه، معناها من كنت تصرف برشا فلوس على لبستها على غناها، وهي اقوى فنانه تونسيه غنيت للوطن، غنيت لتونس، معناها بالحق اغانيها يعني الله على مستوى المرضبيه، معناها من وزاره الثقافه، وزاره الثقافه بالحق، وزاره الثقافه دي خدمتهم مهمتهم هما باش يلموا شمل الفنانين. هي في فرنسا صوفيا مضبينا معناها يجيبوها بالحق صحيح وترجع صوفيا ويرجع ترجع الروح للساحه الفنيه. تعرف الحفلات في فرنسا في كندا. نعرف نعرف في نعرف نعرف صوفيا يعني بوسه كبيره وربي يخليك صوفيا طول في عمرك الخير. توحشناك راه توحشناك. انا توحشتك برشا. نحب نوجه لها تحيه وهي ديما الحقيقه ديما كونتاكت هي وبابا ديما تسال علي بريسك نهار بعد نهار يعني تكلموا ريكونيسونت برشا وتحب بابا برشا ونحب نقول لها نسلم عليها ونقول لها توحشناك تعلمت منك برشا ومزيد نتعلم ومزيد نتعلم تنصحني كي نغلط تكلمني تقول لي لا ما كاركش عملت هكا ما كاركش قلت هكا ما كاركش تنصحني يعني من ما مش تضحك لي في وجهي هذيك اخلاق الفنان الواثق في نفسه والناجح صحيح اوكي ما نقدوش وحدنا قاعدين صحيح لازم ما تحلى الليله الا بالاصوات الجميله جميلة. وبالالوان الغنائيه الممتازه التونسيه نقدم لكم فنان بالحق ما تبدلوش القناه على خاطر السهريه مزيانه برشا برشا ما كنت تحبوا العيله تلم انا اعوذ بالمكلمتين برنامجي وانا كي جيت ننشط وخارج بنداري والتعب التصوير مش سهل تصوير راهو جيت نحب نلم العيله على التلفزه اي سورتو في سيدي رمضان تتلموا يعني على الضحكه على التفدليكه على الفن وعلى الفنانين المزيانين بالحق يعني على فكره شمس انت في الاكسبسيون راهو في برنامج يعيشك والله بالحق يعني كله خليك. فن ونقدم لكم فنان صوته اكبر منه سبحان الله صوته اكبر منه صوته ما شاء الله على صوته صوت جميل جدا 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 وان شاء الله بالحق يزمو تأثير كبير الفنان هذايا خاطر صوته بالحق صوت عملاق جدا مع الفنان الممتاز والصوت الجميل الكبير الجبار محمد علي شبيل. منور
لمعاني لمعاني يا لله يا لله قلبي مغير نبغي نبغيك تنظر بحالي لحالي يا لله.
شدة لا تقطع أملي كون اللي زندة في يوم سؤالي كون اللي نصير لا حول إلا بالله بابا عمل شيخي يا لله شاش الخاطر لمقام رسول الله بابا عمل شيخي يا لله شاش الخاطر لمقام رسول الله برافو أيوة. اقوى منك تصفيق صحه شريف أيوة. صحه شريف ما شاء الله عليك ميرسي صحه شريف أيوة. مرحبا بك نحب تصفيقه اخرى التروب صديقي جيد جباره والعازفين الممتازين جيد حذية انا قدمتك بليك قدمتك أيوة. قلت كلمه ان شاء الله ما تغشش منها بتويا ما تصورش تغش ما تصورش حتى قلت كلمه في بلاصتها قلت لي صوتك اكبر منك حلو بالحق صوتك اش قولكم في صوته ما شاء الله بالحق صوت جميل وتستحق تستحق كل الخير بالحق معناها المفروض الفنان المزيان محمد الشبيل وما ادراك عايش نشوف في الافراح ما بتعرضيش الافراح شبيك قليل ظهور علاش يا خويا ما وقتش يا جماعة بالحق راهو حفلاتنا وكل شيء راهو ينورنا على الاخر بالحق ينورنا على الاخر صوت وتربية واخلاق وحضور احنا حاجتنا برشا من كيسيتك عايشك خليك يا شمس وينك في التيك توك وفيسبوك موجود وانستغرام موجود وتكبسك يا جماعة ما نكبسش اما موجود انا نكبس اسمعني لحظة انا نكبس ونتكتك ونلعب جولات يا اخي برشا برشا تنرفز يقول لك تيك توك عاملين مدري شنو كلنا غوزمون ما عملوش تونسي تيك توك ما كانش راه قتلنا محمد الشبيل هذه نكته نورتني بالحق نورتني عايشك صح الليله السادة المشاهدين بالحق باش تكون سهريه ممتازه جدا بالطرب وبالغناء التونسي والشرقي والغربي معناها باش شيخه كبيره برشا نورتني محمد علي كما نحكيو تفضل بحذايا مرحبا بك نورتني عايش انت كنت ضيفي في مجلس الباشا في قوت عام نولين كنت يعني الديكور كان اصغر منك كان مجلس فهمتني اش قولك في الديكور وفازيت بارك الله حاجه حلوه ياسر بالمناسبه نشكر التقنيين اللي قايمين على ليميسيون الكل والميجيسيان اصحابي وفرقة الأستاذ جهد جبار أي تصفيق أنا نحب نعرف الجمهور بشكون محمد الشبيل أنت بدايتك كانوا من زبرقيبة أصلك من المستير أنا من طبولبة من ولاية المستير نحب نحييهم جماعة طبولبة الكل نحبهم ونتعليم ويحبوني برشا يعني بدايتك أنت يعني توجهك في الأغنية الصوفية احكي لي وي من الاول في المكتب سجلاني رحايم معلم يقري عامل كلوب نتاع انشاد صوفي كان يلمنا صغار كل نهار جمعه نحفظوا بالكدا يعني اي كلوب دو فوندردي كما كنت في قبلنا في الليسي. كان انشاد صوفي بيسكو هو شيخ تاع سلاميه وحافظ بالكدا كان يعلمنا من غادي بديت مع الكاتريم اني بريمير ولا تروازيم اني بريمير بعد مشيت للكونسرفاتوار غادي قريت عود و وتعلمت الغناء والسولفيج اكاديمي وي من بعد كملت في المعهد العالي للموسيقى والرشيديه قريت فيها وقريت صافا ما شاء الله عليك عايش بالحق ما شاء الله عليك انا عرفتك شفتك مرتين في حياتي ظهر لي هنا شفتك في مجلس الباشا وبعد عابين معناها نحبك مظبيا نشوف كيفك وامثالك انت بالحق في افراحنا احنا في تونس راهو تسمع وزاره الثقافه مهرجانات راهو ثم كان العرب راهو هذاك هو الفنان يعيش كما هذاك هو ما هذيك خدمتنا ما عندناش مع يعني الميزانيه تاو تاع وزاره الثقافه اللي كل عام تتقلص شوي وي دونك ما نلوموش على وزاره الثقافه بالحق نحب نحيي كل اللي عاملين في وزاره الثقافه من برنامجي لازم انا نساهم وانت تساهم انا قبل كنت ديما نعيط ونقول وزاره الثقافه هذيك فهمت الحكايه لازم ما بصفه عامه ماهيش مربوطه بانك تكون تابع لوزاره الثقافه تنجم يعني تكون وزير ثقافه نفسك كيف انا يعني مثلا انا مازلت كملت البوم اللي هو عايش عنده عام تو الالبوم فما لي فون من برا موجودين يعني يفو فوندي ان دوسي يعني صحيح
وانا وبن صالحه سي محمد بن صالحه يعني مون بارتنير في الالبوم لقينا الحل في انه فما ديفون اخرين اللي يشجعوا على الابداع وزاد فما لوتو برودكسيون اللي واحد كما قلت انت الفنان ينجم هو يولي وزاره روحه يدعم روحه هو بيده ويستثمر في 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 انتاجه خاطر الحقيقه بعد تجربه ماهيش قصيره زاده وماهيش طويله فقت اللي الـ 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 الانتاج هو اللي يخليك تعيش صحيح ما تنجمش تغيب على الانتاج وتحب تكون متواصل وخاصه كي تبدا عندك غزره لبعيد تولي تقيس تقيس خطواتك مليح اما زاده لازمك تكون معطاء في الانتاج صحيح انتوكا ربي يجيب لك ان شاء الله كل خير وتتمنى كل خير بالحق عايش. يعني صوتك يتسمع ثم صوت معناها صوت يتسمع يدخل لوجدان القلب بالحق مش معناها مش رمي ورود انا اكثر انسان يعني ما نشكرش ونولي ياسر عدائي مع الصوت ما يعرفش يغني تلقاني ما الله غالب ما الله غالب عند ربي الفنان وتقدر الفنان اهم حاجه انا نحب الفنان هذاك علاش نحب ضيف فنان تكون باهية وموسيقيين نهار حي ما شاء الله بارك الله انت في سان فالونتان في سان فالونتان عملت اغنيه بعنوان انا نموت عليك تموت على شكون انت؟ نموت على العباد اللي نحبهم الكل اي في خاصه في عائلتي والاغنيه لا نحبك ماذا بيا تحسب لي بالدرجات شكون لول شكون ثاني شكون ثاني مانيش تحب نحب اخذ الكاميرا غاديك وقول لي شكون تحب لول ولدي سليم يا واحلى سليم يا سيدي الله ويربح سليم شكون الثاني؟ الثاني والثالث هو ما يهمني نحب نحب المشاكل المشاكل المزينه هذيا خلينا هذيك هذيا تاخذ الثاني شكون؟ فما الام وفما الحبيبه وفما فما الكل ما نعطيش مراتب خاطر كل واحد بلاصته انا أدخل الام قبل الحبيبه نورمالمون وي هذا هو يا نانا وين ماشيه؟ يا نانا وين ماشيه؟ نانا يا نانا يا نانا ايجا ايجا يا نانا ايجي 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 بحذينا نيش ايجي بحذينا ترفع حذيه زعما لا نانا ما شاء الله ترفع فيا وتجيب تو ايجي ما يصيرش ما يصيرش ايجي مازالت البحر يا نانا ايجي 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 ترفع تصلي على النبي تبارك الله يا شمس تبارك الله لحظه لا بصلي على سامحني سامحني مرحبا بك يا نانا شبيل ما تغش عليا ما عملتلكش دخله وكالفازات هذوكم ما تغش على راسي البارح عمل فيا اها والله عمل فيا البارح قال لي كي كميت وجهك وتتشاطح وشتيح ورديح في التلفز هما الانتقادات عجبتني المخده ما يسالش هما الانتقادات انا اسمعني هو ثم انتقادات بناءه انا نانا مش مسيبها معايا على طول راهو ديما الطفل اللي تولد صغير ويكبر صحيح ولا لا؟ صحيح نانا هي كانت صغيره يا شارفة وتتكبر تتكبر ما يسالش المحتوى يتقد ويتزاد ونكتبه ونطوروا مرواحنا هو من اجتهد واصاب فله اجران اجران واجران ولا اجرين بيس اند لاف هذه مش اجران ومن اجتهد ولم يصب فله اجر الواحد يعني محليك وبالحق سامحني قولي لك انت قاعده غادي تغزر لي وكل شيء اللي مش يمشي بكلام الناس راه هذه نصيحه مني انا وفي مسيرتي عشتها ونصيحه لكم انتم بالحق اللي باش يمشي بكلام الناس وحق المصحف يتعفس وينداس يعني ثم الكريتيك البناء هذاك نسمعوه اما الانسان ديما يحط شخصيته يحط جو احنا لهنا باش نفرحوكم ونشيخوكم ونفدلكوا معاكم ونانا والله راجل البارح عمل فيا قلت لك دوبه روحت للدار شدني قال لي تتشاطح وتترادح حكيكة في التلفزه والله العظيم قلت له هكا وعد ما عادش مشيت انا نمشي اليوم نقعد غادي نشد بلايستي ونقعد نتفرج هو في بالو كيك اما مش ناسي انا جمهور الليله يفرقع معكم فكره نانا صلي على النبي فكرة نانا لحظة هذه فكرة نانا قلت لها مش هذه ما فكرة سامي الفهري ما قالت لي يا اخي سيبي شبيه سامي الفهري هو برك يفكر في تونس حتى تصفيقة سامي الفهري تحية سامي الفهري راني يا سامي رانا معناها الحق صافية 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 لبن يا خويا وربي ينجح الناس الكل وبكلنا نسبوا فين عند المشاهد التونسي وان شاء الله نكونوا قد المستوى فكرة نانا هاي حكى البرنامج بتاعو يضحك الكيشره اللي يضحك يخرج بنانا برا بلاستيك نانا خلينا نكمل مشهد يا ربي تصفيق على نانا سامحني نانا
باش نكملوا نحكيوا سي محمد علي شبيل وانت نهى مانيش ناسيك راهو كل واحد ياخذ حقه معايا ونحكيوا شويه ونغنيوا برشا اهم حاجه ومانيش ناخذوا حد نحن بطبيعه باش نمشيوا للعالم باش نعملوا جوله حول العالم شويه فن غربي كنت شفتوها في برنامج شمس ونجوم جاتنا موهبه وهي برجوليه وبيناتنا مش موهبه يعني مش هي صوت جميل جدا وكاباسيتي قويه عندها البنيه هذه كجات في امريكا والله راهي ويتني وستون معناها بالحق معناها انتو كاب باللي باش نحكي وما نكفيش نشوفوا مع بعضنا سيدة مشاهدين مالا مع الفنانة وستارة اي نعم ستارة حسنة شلبي I got
ويلكم ويلكم ويلكم. ما شاء الله، اقوى منك اقوى منك. هاو ار يو؟ الحمد لله. هاو ار يو؟ اسمح لي احكي معك باللونجلي. انت اي نو سبيك انجلش، اي نو سبيك انجلش. صفا الحمد لله، مرحبا بك، عايشك، نورتنا والله. انا فرحانه على الاخر اني جيت. الف مبروك ان شاء الله البرنامج، حاجه تفرح على الاخر. دار بنت الدار. بنت الدار، انت جيت بحذايا مرتين. اي في شمس ونجوم سيزون 1 ومجلس الباشا. اي وتوا شمس ونجوم سيزون 2 على الفازة هذيا. يعطيكم الصحة على الفازة هذيا. تحب تعملي هكا جينجال نتاع شمس ونجوم 2 بصوتك؟ نسمع ترى نسمعوها. هاي شمس ونجوم سيزون 2. واحدة أخرى. شمس ونجوم الثالثة. مزمر عليك الليلة. شمس ونجوم. ما شاء الله على صوتك. حيسك. ونحب نحيي الصفاقسية اللي تفرج فينا الكل. بالحق هي جاتنا من صفاقس. أيه. خصيصا شمس ونجوم. باش نقعدوا باش نحكيو وباش نغنيو. وانا اليوم باش نغني اغنية بركة اليوم. ثم طلب هكا، طلب عند صديق خاطرني مبحاح شويه وتعب شويه وستريس الستريس الاعداد وهلا بالزيتون يلزمها صوت كامل. فهمت يعني تحيه ليا يلزمها صوت كامل هذيك وحدها يلزمها صوت كامل. تفضل بحذية. مرحبا بيك نورتني. ميرسي عايشة. شمس ونجوم. مرحبا بيك. شحال في صوتها؟ شحال ملا صوت؟ تو برك تنقل لها ملا صوت. سيدي تغني ويقول لي ملا صوت، اكتشاف. بارك الله والله تبارك. شقولك نهى؟ شقولك؟ لا اكسلي ما شاء الله عليها. ما شاء الله عليها. بسم الله تبارك الله. حسنة مرحبا بيك. عايشك. كملت لابريسيون نتاعنا معانا بليتو عميل تالي. عميل تالي. اضافت لك شوية هكا زعما. أكيد. ما قالوكش العباد هايكة 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 مع شمس الدين اللي جات مع شمس. اللي جات والله قداش من واحد هكاك يجيني يقول لي مش أنت اللي طلعت في برنامج شمس؟ نقول له إيه. معناها ظهرت اكثر للناس، تزادوا لي كونتاكت، تعرف. نفرح كي نسمع هكا. بالحق نفرح. ماذا بيا؟ معناها ان الشعب التونسي وجمهوري سورتو جمهوري انا يشوف الاصوات المزيانه ويستمتع ويشيخ. هو الفن مجعول للشيخ. الشيخ ولا لا؟ من الفرحه. سمعت بيك عصوره قالت لي عندك البوم جديد حضر فيه. اييه. بون الالبوم مازال مش باش يهبط تو، باش نهبط اول سينجل ان شاء الله. في ثاني عيد. كلمات مروان حشتاسي، ارانجمون ايمن الغمقي. عربي باش تكون الاغنيه. عربي برؤيه غربيه. صحيح. ماذا بينا سكوب في شمس ونجوم؟ سمعني. اوكي يلا. دنيا صعيبه لكن انا اي فيل جود، حتى كان الحاله ما لدي ما ربي في الوجود. نعيش الموت وقلبي راضي بالموجود، جناحي ما تقصوا الايام والحلم فاتت الحدود. شوف في غدوه خير. ما شاء الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله. الاغنيه كلمه شكون الحان شكون؟ كلمات مروان حشاسي وتوزيع ايمن الغمقي. يوم الصحة. هي عنوانها هكا ببيزار الدنيا صعيبة. اسكو معناها الدنيا صعيبة مع حسنة ولا؟ ها؟ ساعات. ساعات ها؟ كما قالت أمينة فاخت الحياة صعبت علينا. صحيح. ما شاء الله عليك. أنا نحب نسمع حاجة. نحب نسمع ويتني يوستن، أكابيلا ويتني يوستن. عينيا الاثنين. شقولك؟ عينيا الاثنين. حتى أنت جايك راني راهو. وأنت جايك أنت راهو. أوكي؟ نعملو I will always love you. I have nothing. هذيك الاغنيه هذيك اي اغنيه من فيلم ذا بودي جارد. الله يبارك. اوكي. وبعديك استنى ما دامك جيت اش نعمل؟ نستغل الفرصه. نستغل الفرصه. انا نحب كريستينا جيليرا.
هيرت. اوكي اوكي يلا نسموك نسموك ويتني هيوستن بعد كريستينا. اوكي اوكي يلا. هو جامي دو سون تخوا راهو كان حتى بيونسي ماذا بيا نسمعها. عينيا الاثنين. ها؟ عينيا الاثنين. غرامي انا اللي دول نتاعي ديجا بيونسي. اه بون، على ذاك انت تبارك الله عليك. بيونسي. ها؟ ما شاء الله. اون فيت بديت بالغربي اكثر من اني عربي معناها، كنت قبل ما نغنيش عربي. انت شاركت في ذا فويس اكس فاكتور في امريكا في حاجه شاركتها؟ شاركت في ذا فويس ما حالفني ما نجمتش نمشي. وما قبلوك. على خاطر لازم يكون مقيمه غادي باش نجم من. اه. الغرب. سمعني ويتني هيوستن يلا. But I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. I will always love you. My darling, you bittersweet, oh memories, there is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. كمل كمل. لا 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 هكا الطلعة هذيك الطلعة هذيك الطلعة 1 2 3 4 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عندنا في تونس عندنا مصلي عني بيه عليك. نانا اش فما؟ اش فما؟ نعم بوزي بك. نعم بوزي بك. ملا نانا، اش قولك في الصوت نانا؟ والله الشهر، ما شاء الله على بنيتي. أمريكا في تونس ها؟ لا مسافرنا كيكة ديما كيك. نمشيو فصل إشهاري وهنا رجعنا. نحب نحيي صديقي خويا أشرف. أشرف بن يونس، جيم فواياج. اللي أمن بيا وأمن بيا، هو صديقي وخويا وحتى أنا مأمن بيه زادة. تلقاه عنده بالحق معناها لي فواياج لتركيا لمصر، تلقاه عنده تخفيضات وتخلصوا حتى العام كامل على 12 شهر. تحبوا تسافروا أنتوما؟ تحبوا تسافروا؟ يعني مع جيم فواياج تسافر وعينيك مغمضة، معناها بالحق أرقى الفنادق معهم هو المعاملة الجميلة، معناها بالحق يعني خدمته وكاريره هم اللي يحكيوا عليه. طب بتير يلا. أقوى العروض رحلة إسطنبول صائفة 2024 مع جيم فواياج. رحلة أسبوعية انطلاقا من شهر أفريل. إسطنبول، المعشوقية، كابادوسيا، سابانجا، برامج متنوعة وإقامة في أفخم الفنادق وتسهيلة في الدفع توصل حتى ال 12 شهر. فيش تستنى؟ اتصل بأقرب نقطة بيع جيم فواياج وإلا على الرقم 71-834-404 أو على الموقع متاعنا www.jeanvoyage.com. من غير ليه؟ يلا من غير ليه مع صديقنا جيد جبارة أكابيلا أكابيلا فون فون يلا. يا سلام. جايين للدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين
والعايزين ايه مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها بغربة ليالينا يوم يوم تجرحنا ويوم تفرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه 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 وزي ما جينا 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 ومش بايدينا بايدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا زي ما رمشك خد ليالي حكم وقمر بيها وفيا زي ما رمشك خد ليالي حكم وقمر بيها وفيا ولقيت بيتي بعد الغربة قلبك ده وعيونك دي ولقيت روحي في احضان قلبك بحلم واصحى وعيش على حبك حتى في عز عذابي بحبك عارف ليه من غير ليه عارف ليه من غير ليه من غير ليه آه يا حبيبي يا سلام برافو برافو ما شاء الله عليك يعطيك الصحة يعطيك الصحة نهي هسا معنا نهي شي تحب نقول لك أنا نحب نحب بلا غالب بلا أنا نحب قرحة تاني يا بيه أنا نحب قرحة تاني تحبوا قرحة تاني؟ مالا قبل ما تغناها نشوفوا الإكس راي يلا يعطيك الصحة على التيك توك وقول لك غني لي قرحة تاني في التليفون قرحة تاني في كل بلاصة قرحة تاني انت لازمك تشوف شيرين عبد شيرين سميتك نهى قرحة تاني نهى قرحة تاني قالت لي نهى قرحة تاني فوالا باش تغني لي قرحة تاني حاضر حاضر Thank you.
غلطت مرة وقول على الرخيص غالي جرحت قلبي وجرح جرح القلوب غالي من النهاردة مفيش أحزان مفيش أحزان من النهاردة حب في تكامل مفيش يا زمان نحب تصفيق اكبر واقوى الفرق صديقي اخويا جاد جباره يوريك العزف التونسي محمد علي العزف التونسي يحفظ كل شيء يعزف كل الالوان يعزف المغربي الجزيري الشرقي الغربي الهنداوي جهاد تعزف هنداوي نعم ما شاء الله علينا بالحق شو قولك شيرين شو قولها شيرين ما شاء الله عليك بالحق ما شاء الله عليك وين انا اسمع غني ام كلثوم نعم غنينا ام كلثوم انا هي انت شو بربي ام كلثوم على خاطركم على خاطركم بي والله والله بنغني لكم انا توا توا عايش والله والله باش نغني لك والله لحظه لحظه خلينا ننشط تو خلينا ننشط اصبر نعم نحب نسمع صوتك جرحي ثاني انا حضرت لك اخر مره شافوك معناها جمهوري على الباج فيسبوك نتاعي جيت الفرنسي نتاعك عمل ملايين فيو ما شاء الله كان زمان تكن زمان يا حبيبي شنو كان زمان راح شكون اللي راح شنو ليك هاو وقتاش نفرحوا بيك العرس وقتاش العرس وقت العرس ان شاء الله والله شمس انا راني ما نحبش نحكي انت مشكله اللي انت انت انا شنو انت انت انا انا هو هو انا انا سامحني بتوكا بتبيع كيما انت معناها الناس كلها شافوا في المسرح نتاعك والفرحه محلاها وكل شيء هي العرس وين العرس وقتاش ان شاء الله خلينا نغني نعلن فسخ خطوبتي ابو عندك سكوب اول مره نحكي فيها اول مره واخر مره ابو كا يصير 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 كل شيء مكتوب في كان في الاحترام والتقدير وربي معاه ومعايا كا جاي خير طبعا هو جاي خير اكيد انت تستاهل كل خير عايشه وعروسه انت عروسه يا عروسه يتمناو كل الشباب ما شاء الله عليك العقبل ها اما ما زلت بالحق يا حسنه ما زلت كملت قرايتي تو نسطر خدمتي موزيكتي بعد ربي سهل بالله خذوا لي صباطه بالله تو انت انت جيتي سوندريون معناها ظهرك اللي مقطع بالعروس مقطع عليه مقطع عليه ما احلاه صباطك شكون صباطك؟ عايشك حتى انا خذ شليك نانا ما شاء الله عليك عايشك أنيقة أنيقة جدا وأنت ما شاء الله على الكوستيم المزيان فرد مرة مالا خلنا نشكر صديقي فهمي الشعري فهمي تصفيق على فهمي صديقي قلت كمان عروس جديد هو زغلتوا عليه زغلتوا عليه زغلتوا عليه عروس جديد كلام مبروك عرس يا فهمي نانا عايزين عاد من الكلام الناس فاتها من الكلام أم كلثوم أم كلثوم هي ما تسميش بو كلثوم شنو أم كلثوم تو جهاد نغنيو جهاد ام كلثوم نغنيو الله يبارك يلا معاها شمس الدين باشا في الف ليله وليله We'll be right back.
حبيبي يا حبيبي يا 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 حبيبي اللي له السماء نجوم وقمر قمر وصغر وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا في الحب سوا والهوى منه الهوى الهوى منه الهوى سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهدى يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل يلا يلا نعيش في عيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي يا شمس تعالي بعد سنة مش قبل سنة حبيبي الشمس تعالي الشمس تعالي بعد سنة مش قبل سنة في ليلة حب حلوة عبي ألف يلا لسان يلا لسان يلا يلا ازاي اوصفلك
يا حبيبي ازاي قبل ما احبك انا كنت ازاي يا حبيبي ازاي 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 اوصفك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي ازاي 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 اوصفلك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك انا كنت ازاي يا حبيبي وازاي ازاي ازاي اوصفلك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي كنت وانا امبارح فاكره وانا عندي بكره استنى ولا حتى يوم يا عشاء يا حبيبي كنت وانا امبارح فاكره وانا عندي بكره استنى ولا حتى يوم يا عشاء يا حبيبي خدتني بالحب بغمضة عين وريتني حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام فين خدتني من الحب بغمضة عين وريتني حلاوة الأيام فين خدتني من الحب بغمضة عين وريتني حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام فيه الليل بعد ما كان غربة غربة مليته أمان والعمر اللي كان صحرا صحرا صباح بستان الليل بعد ما كان غربة صحرا صباح بستان يا حبيبي موال على شبيل صباح بستان حبيبي يا حبيبي
للشمس. تعالي تعالي يا شمس، تعالي 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 حبيبي يا شمس، تعالي 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 حبيبي، تعالي بعد سنة مش قبل. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي إيه إيه.